يلا بينا نروح لصالة الأمير عبد الله الفيصل وزميلي أدهم ندأ ولقاءات ما بعد مباراة السواحلي الليبي واتحاد مصراتة. لك الكلمة زميلي أدهم. برحب بيك كابتن خالد العوضي، وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك المتالقين في الاستوديو، كابتن نور عطيه، كابتن خالد عباس، وكابتن وائل العيدي. عقب انتهاء مباراه الديربي الليبي في دور الثمانيه ما بين اتحاد مصراته وما بين نادي السواحلي الليبي في مباراه ماراثونيه كسب فيها نادي السواحلي 3-2، معانا اثنين من لاعبي نادي السواحلي الليبي المتالقين، كابتن فراس عاطف وكابتن محمد جرواش. برحب بيكم على شاشه قناه النادي الاهلي. هبتدي معاك كابتن فراس عاطف، ببارك لك على الفوز، ببارك لك على الصعود لدور الاربعه، تحليلك لنتيجه الاداء واللقاء النهارده. والله اول حاجه الحمد لله، نشكر الاستضافه بتاعكم. والله كانت مباراه صعبه للفريق بسبب قله الرتم بتاع المباريات الافارقه، لكن الحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نفوز الحمد لله. مباراه ماراثونيه النهارده، قدرتوا تعودوا، كنتوا بعاد وقدرتوا تعودوا 3-2. قول لي على العوده، قول لي على توجيهات المدير الفني النهارده. والله كانت بالطاقم الفني والمدرب، يعني كان عنده مشادات كبيره لنا، والحمد لله بقياده الكابتن عبد الرحمن قدرنا نتدارك الخساره ونجيبوا الفوز لصالحنا. بشكرك كابتن فراس عاطف، بالتوفيق. الله يبارك فيك، شكرا. ومن فراس عاطف نروح للاعبنا محمد جرواش. محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه اكثر من رائعه، اديتوا اداء اكثر من رائع، عدتوا من بعيد. قول لي النهارده شايف وجهه نظرك على اللقاء ايه؟ اول حاجه شكرا لك استاذ على الاستضافه السمحه دي، وكانت مباراه بصراحه قويه، هذا نقولوا لها احنا الديربي، وديربي مدينتنا وديربي الليبي، وكان مباراه صعبه، احنا خسرنا فيها الشوطين الاولاد ولحقنا فيها ثلاث شواط اخرات، بس الحمد لله بتوفيق من ربي فزنا بها ورجعنا للنصف نهائي. بإذن الله حنقدم أداء كويس، وكانت بطولة ما شاء الله وفكر، بارك الله فيكم. شايف مواجهة دور الأربعة إزاي؟ شايف هل تقدروا توصلوا للمباراة النهائية؟ والله هذه كورة وما فيش حاجة مستحيلة فيها، وإن شاء الله حنديروا اللي علينا والباقي لربنا إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا اللاعب محمد جرواش. بارك الله فيك أستاذ، شكرا. مشاهدينا دي كانت لقاءاتنا مع لاعبي فريق السواحلي الليبي بعد انتهاء مباراتهم مع اتحاد مصراتة في الديربي الليبي بفوز نادي السواحلي. عايز اقول لك كابتن خالد العوضي، خلينا نروح للمباراه المرتقبه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي اساريا الليبي. مباراه مواجهه مرتقبه، جماهير النادي الاهلي رفعت شعار كامل العدد حضور النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بكثافه اكيد للتشجيع وللمؤازره. عايز اقول لك كابتن خالد العوضي، جماهير النادي الاهلي في لقاء امس مع نادي بوليس رفعت شعار جميل جدا، يافطة جميلة جدا، طالما جمهورك معاك مفيش مستحيل. قد ايه جماهير النادي الاهلي القائد والمعلم، قد ايه جماهير النادي الاهلي بتضرب المثل والقدوة. على المستوى الاداري حضور كابتن دكتور مهند مجدي رئيس اللجنة العليا المنظمة، اللي حريص كل الحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة، واتاحة الفرصة لجماهير النادي الاهلي ان هي تكون متواجدة، اكيد جهد اكثر من رائع. تابعني يا جمعني لقاء مع كابتن محمد مصالحي المدير الفني للنادي الاهلي، اللي اكد ان احنا عازمين على الفوز ولا شيء غير الفوز من اجل الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله، وتكون النجمه الافريقيه من نصيبنا. عايز اقول لك كابتن خالد العوضي ان كان في حديث مع مجموعه من اعضاء الاتحاد الافريقي، اللي اكدوا ان تنظيم النادي الاهلي للبطوله بيؤكد ويرسخ دور مصر الريادي. طبعا حضرتك عارف ان 2019 هو عام الرياده المصريه لافريقيا، مصر ترأست الاتحاد الافريقي، فبيأكدوا ان تنظيم النادي الاهلي المحفل شبابي رياضي زي البطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطايره رجال وسابقتها السيدات، بيؤكد وبيرسخ دور النادي الاهلي ان هو دور رياضي ودور وطني اكيد بالاساس. خلصت كواليسنا، خلصت اخبارنا حتى الان، لكن اكيد هيكون لنا لقاءات حصريه على قناه النادي الاهلي بعد المباراه. اكيد بنتمنى الفوز والتوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي. عوده مره اخرى للاستوديو، لك الكلمه كابتن خالد العوضي. شكرا زميلي أدهم ندى، لقاء ما بعد مباراة السواحلي الليبي واتحاد مصراتة الليبي.